طيب معي عبر الهاتف الدكتور عبد الله سالم الكتبي، عضو لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين في المجلس البلدي بالشارقة. دكتور سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير دكتور عبد الله. مساكم الله بالسرور والنور. يا مرحب وسهلا دكتور. أولا شكرا لك على التجاوب، جزاك الله خير وبارك الله فيك. ثانيا موضوع طرحه الأخ سعيد الخنبشي من كذا يوم يرسل رسائل، احنا وعدنا بأن تسمع تعليق على موضوعك يا أخ سعيد وبشكل عام حتى تعم الفائدة لجميع الناس. سعيد متعاقد مع مقاول من 6 سنوات، المقاول ما خلص البيت، وكل ما يتقدم بشكوى سواء في البلدية أو في المجلس البلدي يصير شوية تواصل مع المقاول ولا يتم إلزامه بالإنهاء. آخر مرة بعد رفع دعوى تم إمهال المقاول، هذا كلام الأخ سعيد، 2 شهر من قبل المجلس أو من قبل البلدية ما أذكر، يقول 2 شهر ما عمل فيهم شيء، لا أنجز ولا خلص ولا غيره. طيب بعد 2 شهر شو الإجراء اللي يصير من قبل الجهات الحكومية؟ هل أقف مكتوف الأيدي؟ هل في جهة بتدعمني في أنه يخلص بيتي؟ أنا دافع ما علي ولا التزام. أبغي تعليقك على هالحالة دكتور، وبعد ذلك كيف نقدر نفيد الناس اللي عندهم مشاكل مع المقاولين، ننصحهم من النصائح الأولية، أو حتى اللي يعني خلاص غرق في مشكلة مع المقاول كيف نخلصه من هالمشكلة. تفضل دكتور عبد الله. إن شاء الله. بداية حبيت الأطالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس المجلس البلدي وإخواني الأعضاء الموقرين، تقدم لسيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي خالص التهنئة، وكذلك لسكان الشارقة مواطنين ومقيمين لفوز دولة الإمارات بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي كعضو فعال من الفئة الثانية ممثل مركز الشارقة للعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة. وهذا الجاد فعلا نحن نفتخر به سواء كنا أبناء إمارة الشارقة أو مواطنين ومقيمين عموما. ومثل هذه الإنجازات مش غريبة في ظل قيادتنا الرشيدة اللي تسعى دائما للأفضل في شتى المجالات. هاي تهنئة بسيطة مقدمة مني والإطالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني في المجلس البلدي. ندخل على موضوع الأستاذ سعيد الخنبشي. نعم. احنا وصلتنا الشكوى فعلا بتاريخ 23/3/2018 مقدم من الأخ سعيد بخصوص الفيلا فلته اللي تقريبا تكلفتها كانت 1,220,000 أو ما يقارب تقريبا. ونحن طبعا من 23/3 طبعا قبل اول ما فينا نحن اي شكوى مقدمه في اجراءات، نحن ما نقدر نيبض الاطراف ونحل نزاع معين الا لما نلجا لجهات الاختصاص، وجهات الاختصاص عندنا نحن بعض الادارات المعنيه في البلديه، وجزاهم الله خير البلديه مش مقصرين معانا، يعني ما شاء الله قايمين قومه وحده معانا في حل مشاكل الناس او مشاكلهم او احتياجاتهم. تم طلب من الإدارة المختصة إدارة الهندسة والمشاريع البلدية بالمعاينة وتقديم تقرير كامل عن الفيلا وعن الإشكاليات الموجودة في الفيلا. وفعلا تاريخ 16/5/2018 عقد اجتماع للنظر في موضوع الأستاذ سعيد واستدعاء الأستاذ سعيد كمالك والطرف الثاني الاستشاري والطرف الثالث كمقاول. تم النظر في الموضوع القضيه كامله ومحاوله تقريب الافكار ما بين الاطراف الثلاثه، والحمد لله وصلنا الى نتيجه بان امهال المقاول لمده 2 شهر، بعد 2 شهر يتم تكون الفله جاهزه للتسليم ويتم تسليمها للاستاذ سعيد. احنا قبل 15/7 ورد لنا تقرير من قبل الاستشاري ان المقاول ما زالت فيه اشكاليات معينه في الموقع وان المقاول سير العمل غير منتظم. وطبعا نحن كلجنه او كجهه حكوميه ما نقدر ناخذ، مع احترامي لمكاتب الاستشاريين او المقاولين، ما نقدر ناخذهم كبيت يعني كمستند لنا. فاضطرينا كذلك مره ثانيه نخاطب اداره الهندسه والمشاريع بالبلديه الذهاب مره اخرى للموقع، معاينه الموقع وتزويدنا بالتقرير عن سير العمل والمهام المنجزه لتاريخه. في وصل التقرير لنا من الإدارة المختصة بتاريخ 12/8. 12/8 وصلنا، 15/8 عقدنا ثاني اجتماع ما بين الأطراف الثلاثة كمحاولة كذلك لتقريب الأفكار وحل الموضوع وديا بإصلاح واتفاق الأطراف الثلاثة. الإشكالية ما كانت عند المالك، الإشكالية كانت ما بين المقاول والاستشاري. أعتقد الاستشاري خلال الفترة هذه فترة 4 سنوات أو 6 سنوات تم تغييره من قبل المالك.
في كان سوء التنسيق او تواصل ما بين الاستشاري والمقاول. الزمنا المقاول واخذنا عليه تعهد في الوقت نفسه بتاريخ 15/8 بتسليم جميع المخططات للمقاول، وبالتالي المقاول كذلك امهلناه اسبوعين فقط ان يسلم مفاتيح الفيلا كامله مع جميع الاوراق والمستندات وشهاده انجاز مبنى. هذا كان قبل العيد مباشره تاريخ 15، العيد التاريخ كان تقريبا 2022. المقاول التمس خلال الاجتماع بحضور المالك وبحضور الاستشاري ان المهله هذه الاسبوعين تبدا بعد العيد. السبب ان عنده معدات، يبين معدات، ينزل معدات، يرتب وضعه على اساس يبدا في الاسبوعين. استشرنا المالك، المالك قال ما عندي اشكاليه. تم الاتفاق ما بين ثلاث الاطراف ان المهله اسبوعين تبدا بعد العيد مباشره. تم التوقيع من الاطراف الثلاثه بان بعد العيد بعد اسبوعين يتم التسليم، اي تاريخ 9/9. اليوم نحن تاريخ 30/8. لسه ما وصل 9/9 عشان نجبر نجيب المقاول او نضغط على المقاول. طبعا الحين عندنا اجراءات نتخذها ضد المقاول، عندنا سواء جرائم جزائيه او عقابيه، من ضمنها قد تصل الى ايقاف رخصه المقاول وبالتالي ايقاف جميع مشاريعه. والمقاول هذا يعني بتكون مصيبه بالنسبه له، فما اعتقد راح يوصل للمرحله هذه، فهو اجبار مجبر يتعاون معانا وانه يمشي على المهله المحدده. حاليا نحن قاعدين ننتظر تاريخ 9/9، هذا موعدنا النهائي مع المقاول كاخر مهله تاجيل. مهله نهائيه لتسليم الفيلا بالكامل، ها دكتور؟ بالكامل. عفوا عفوا استاذ الفاضل. نعم. الفيلا في تقييم او في تقرير سير العمل اللي تم تسليمه من اداره الهندسه والمشاريع البلديه منجزه بنسبة 88.33. يعني اللي باقي كله تقريبا 11.67 من المبنى الإجمالي. الباقي تقريبا بوابة الحوش الأمامية وأشياء بسيطة، والمقاول تكفى لأنه خلال أسبوعين ينهيها كاملة. حاليا نحن أنا ما أعرف الأستاذ سعيد، الأستاذ سعيد يعني نحن مثل ما أقول قلبا وقالبا معه، يعني يمكن مع الملاك أكثر بحكم أنها هذه استقرار أسر، هذا محتاج البيت للاستقرار، محتاج البيت انه يرتاح. وخاصه احنا لنا 6 سنوات يعاني، يعني مش سنه وسنتين من الانتظار. انا ما نحن ما نقدر نتكلم في الفتره الماضيه، احنا نقدر نتكلم. انا لما اتكلم من تاريخ 23/3/2018 لحد اليوم. صادق. لاني انا مطلع عليها في الفتره هذه. صحيح. هو لو استاذ سعيد وصلنا احنا بشهر 2017 ب 2016 يكون متاكد وعلى يقين ان خلال 3-4 شهور يستلمها من هذاك الوقت. ولكن نحن يعني جاهلين بالموضوع، نحن ما عندنا الفكره، ما وصلتنا، واحنا وصلتنا تاريخ 23/3. طيب واضح دكتور. اذا الان المهله يعني للمقاول لم تنتهي بعد، 9/9 موعد انتهاء المهله، صحيح؟ نعم. فاعتقادك دكتور بيخلص بسلمه في 9/9 ان شاء الله؟ مجبور يخلص ويلزمه. شوف نحن دائما نحط أسوأ الاحتمالات، لان المقاولين لما المقاول يوصل عندنا هنا يعرف انه هو على المحك ورخصته على المحك. فيقاتل على اساس انه يخلص ويسلم بدون ما تكون عليه مخالفات بلديه او ايقاف رخصه او حتى سمعه سيئه، لا تعرف هذه راس مالهم سمعتهم في السوق. فهو يحاول ويقاتل انه يخلص، نحن ان شاء الله نتامل خير، والمقاول متجاوب بشكل كبير، الاستشاري متجاوب بشكل كبير. انا اللي اتمناه من الاستاذ سعيد بس يطول باله شوي علينا. زين تمام. يمكن الاخ سعيد يتواصل ويانا لانه خلال الفتره شاف المقاول ما حرك ساكن مثلا او ما بدا يعني فعلا بالعمل، فسعيد ربما انزعج، ربما انا اقول يعني. انا ما الوم الاستاذ سعيد ولا الوم اي شخص قاعد يبني، لان تجد البيت هذا شيء اساسي في الحياه. صحيح. يعتبر صحيح. من الاساسيات. صحيح. من اساسات المعيشه، فانا ما الومه، سواء ارتفعت ضغطه، اتصل فيكم، اتصل، وتدري دائما صاحب الحاجه لحوح. صادق. يبي يخلص موضوعه، وانا ويا سعيد قلبا وقالبا، وسعيد انا يمكن حضرت له جلستين موجود عنده. انا اقول له يا اخوي سعيد اصبر علينا بس ليه 9/9 وشوف شعوره بيصير. ان شاء الله راح تتسلمها 9/9، ان ما تسلمتها 9/9 انا ان شاء الله بتاخذ اجراءاتي البلديه بمساعده البلديه ان توقف الرخصه، توقف مشاريع شخصك. بس بعد نبي نحط ملحوظه ان انا او نحن كلجنه او كمجلس بشكل عام، هي مش لجنه او مجلس او جهه قضائيه، هي جهه توافقيه اصلاحيه ما بين الاطراف. نحن هدفنا في النهايه ان نحل المواضيع قبل ما توصل عتبات المحاكم، وان شاء الله ما توصل عتبات المحاكم. والحمد لله احنا نحن تقدم عندنا سنويا ما بين 250 ل 300 قضيه
من نفس منظومة القضايا هذه. لله الحمد 95% منها محلولة بالإصلاح والتوافق ما بين الأطراف قبل الوصول للمحاكم إن شاء الله ما توصل. لكن لحد اليوم نحن طبعا إذا كان فيها التزامات مادية مالية، التزامات شسمة مدنية، إحنا ما نقدر نحكم فيها، نحن مش سلطة قضائية ولا مفوضين قضائية. إحنا نحاول مثل شفت يعني نفس حالة التوجيه الأسري، نفس حالة مثلا هاي الموجودة في المحاكم وفي الشرطة، هي مسألة توافق وإصلاح ما بين الأطراف وإصلاح ذات البين عبرتهم. فالحمد لله يعني موضوع السعيد، أنا حتى يوم اتصلوا بي وقالوا لي موضوع، أنا ظنيت الموضوع وايت شايد، الموضوع جدا هين، 9-9 تسلم مفاتيح البلة، أنا ما استلمتها من العين هاي قبل هذه، إحنا معك قلبا وقالبا لا تشيل هم. طيب دكتور رح... أنت ذكرت بأن المقاول مجبور يسلم في 9-9. مجبور. لو فرضنا جدلا بأن ما سلم، ما خلص، شو الإجراء؟ شو تطلع في تجتمع اللجنة، في توصيات تطلع من اللجنة. توصيات عديدة من ضمنها إيقاف الرخصة، من ضمنها تأخير، من ضمنها شو اسمه، من ضمنها إجبارة على شو اسمه تسليم مثلا الضمانات البنكية المسلمة عند الاستشاري ترجع. كثير من الأشياء نحن نقدر نتحكم أو نقدر ندخل فيها في إطار المقاول والاستشاري مالك، بس مش إطار قضائي. نحن ما نقدر نجبر ماديا، ما نقدر مثلا نقول له روح ادفع له قيمة المبالغ اللي دفعها سابقا. هذه فيها حقوق مالية. طيب. والحقوق المالية مو جهة قضائية، أرجع وأقول إحنا جهة توافقية إصلاح. جميل جدا، واضح دكتور، واضح الكلام بشكل كبير. طيب بس دكتور، أنا أتمنى من خلال منبركم، يعني أنا متوقع متأكد أن الأستاذ سعيد يسمعني، أتمنى الأستاذ سعيد إن شاء الله تاريخ 9-9 يجينا هني، إذا ما استلم مفاتيح 9-9 يحضرنا هني ونحن نتأكد. نحن مش مع أحد، نحن مع الحد، نحن مع استقرار. يعني توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي كان واضح لنا من بداية تشكيل المجلس، أن نلتمس احتياجات الأسر ونراعيها، وكثر ما نقدر خصوصا الأسر المتعففة، كثر ما نقدر أن الأسر هذه تعيش باستقرار وراحة في الإمارة نحن معها. نحن معها مش مع رخصة، نحن مش مستفيد لأمر رخصة مقاولة ولا رخصة استشاري. هم من المواطن هذا أنه يكون بيته جاهز ويستريح فيه ويحصل الراحة هو وأسرته. فبس أتمنى من تاريخ 9-9 سعيد إذا ما استلم مفاتيح من عند الاستشاري يحضرنا المجلس بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب دكتور، الآن هذا فيما يتعلق بموضوع الأخ سعيد، واضح جدا الكلام، جزاك الله خير، كفيت ووفيت في هذا الموضوع. بشكل عام الآن الناس اللي عندها مشاكل شبيهة بمشاكل الأخ سعيد مع المقاولين مع الاستشاريين أو أي طرف من الأطراف الثلاثة، سواء كان مقاول أو استشاري أو مالك، عنده مشكلة، كيف الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه المشكلة وشو نصائحك العامة؟ تفضل دكتور. تسلم. الخطوة الأولى إذا كان دعم فعلا في إشكالية ما بين المقاول والاستشاري، صعبة اللجوء للمحاكم أو القضاء وأخذ فترات طويلة في ردهات المحاكم والأمور المالية وبيوت الخبرة، يأخذ مجرى طويل، وبالتالي ممكن الشخص يتمر 6 سنوات، ممكن يكمل حتى 10 سنوات وبعدها ما سكن. والنزاعات اللي تصير، الاحتقان اللي يصير ما بين الاستشاري والمقاول والمالك خلال الفترة هذه، الفترات الطويلة هذه، راح تسبب صراعات بزيادة في المجتمع. أنا أتمنى من الملاك اللي إذا كانت عندك إشكالية مع المقاول أو مع الاستشاري، إلجأ للإصلاح في البداية، حاول توافق. طبعاً نحن دائماً نوجه الاستشاري بهذا الدور، لأن الاستشاري دوره هو حلقة الوصل ما بين المالك والمقاول، لكن الاستشاري بعض الأحيان ما يقدر يوفق ما بين الطرفين، أو ما يقدر أو ما عنده ملكة التوافق والإصلاح ما بين الطرفين. في هالحال نتمنى من المالك يرجع عندنا لجنة المنازعات التحكيم مفضل منازعات المقاولين في المجلس البلدي، يقدم عندنا طلب بالنظر في قضيته، يقدم جميع المستندات الموجودة عنده. اللجنة طبعا تنتدب أو تكلف المهندسين والاستشاريين الموجودين في البلدية بالتوجه إلى مقر أو العين محل الشكوى لمعاينتها وإعداد سير عمل كامل فيها. يتم تقديم التقرير عندنا في اللجنة، بعد ما يتم التقرير في اللجنة يتم استدعاء الأطراف الثلاثة، المقاول والاستشاري والمالك، في محاولة لتقريب الأفكار ما بينهم والإصلاح. نحن بعض الأحيان نلجأ لتغيير المقاول إذا طبعا وصل الموضوع للمحك ما بين الأطراف، ولكن
خطوة أنا أعتبرها أخيرة. ليش؟ لأن المالك لو غير المقاول بالتالي بتكلف أعباء زيادة أو إضافية، لأن توقيع العقد مع المقاول كان توقيع عقد قديم. زيادة الأسعار وغلاء المعيشة غلت معه مواد البناء، وبالتالي أي عقد جديد راح يكلف المالك مبالغ إضافية. فنفضل دائما أن يظل العقد هو السابق، هذا واحد. ثاني شيء، نحاول كثر ما نقدر أن التوفيق ما بين بعض التنازلات يقدمها المالك، بعض التنازلات المالك ممكن يقدم تنازلات في الوقت، إذا كان التسليم مثلا شهر 5 ممكن أجله لشهر 7، أجله لشهر 9، ولكن تستلم الفيلا بعيد عن المشاكل المحاكم والمشاكل اللي تأخذ فترات زمنية طويلة. والمقاول كذلك ممكن يقدم بعض التنازلات. المهم في النهاية نحن نحاول نصلح ما بين الأطراف كثر ما نقدر، لأن طبعا السياسة العامة للحكومة والسياسة التيزي صاحب السمو واضحة، اللي هي كثر ما نقدر نوافق الأراء ونصلح ما بين الناس ونخلي المجتمع مستقر، هذا الأولى. المحاكم هذه آخر شيء. فأنا بالعكس أنا أتمنى يعني اللي عنده فعلا عنده إشكالية مع مقاول، نحن مكاتبنا مفتوحة، الأمانة موجودة على مدار الساعة، موجودة هني صباحا دوامات الرسمية، ويستقبلون أي حالة، وإن شاء الله حاضرين اللي نقدر عليه نحن، أتأكد راح نسوي إن شاء الله. دكتور، لجنتكم هذه موجودة في الشارقة فقط، قصدي في مدينة الشارقة، ولا موجودة لجان مشابهة في باقي مدن ومناطق الإمارة؟ لا، هي موجودة في جميع المجالس في كل مجلس الاختصاص الإقليمي. جميل. يعني اللي عنده مشكلة مع مقاول مثلا في مدينة كلباء يتوجه للمجلس هناك في كلباء، صحيح؟ المجلس هم يحلون إشكاليته، اللجنة الموجودة هناك تحل إشكاليته. نحن اختصاصنا في مدينة الشارقة وضواحيها لحد المنطقة، يعني عندك المنطقة البطايح عندها مجلس بلدي منفصل خاص فيها. صحيح. شكرا لك يا دكتور، ما قصرت، وبارك الله فيك. أنا أشكر لكم اتصالكم، أشكر لكم اهتمامكم، منبركم صاحب الأمانة يعني مش بس يوصل صوت الناس، لأن كذلك يوصل صوتنا إحنا للناس. في ناس يعني في ناس أنا متأكد منها، في ناس موجودة في الشرطة ما تعرف، ممكن حتى ما وصلها اسم المجلس البلدي أو ما تعرف اختصاصات اللجان الموجودة في صحيح. المجلس البلدي. صحيح. وهذا دكتور جزء من واجبنا كذلك، أن نعرف الناس باللجان واختصاصاتها وكيف ممكن هذه اللجان وهذه المجالس تخدم الناس بشكل كبير وتحقق أهدافها المرجوة منها. جزاكم الله خير، وياك يا دكتور. أوكي، وقت تليفوناتنا مفتوحة، تسلم يا دكتور، وكاتبنا موجودة، تسلم. وأتمنى بس قبل إنهاء المكالمة، أتمنى من الأستاذ سعيد 99 بس يراجعني هنا في المكتب إذا ما استلم مفاتيحه. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا، في أمان الله، حياك الله.